من هنا أخوة الكرام من مهرجان كربلاء يوم العاشر من محرم سنة 61 للهجرة رأيت رسول الله في المنار مغبر الوجه وأشعث الشعر وهو يبكي ويقول يا أم سلمة لقد قتل ولدي. تقول أم سلمة في الرواية فاستيقظت فهرعت إلى التربة التي احتفظت بها بقارورة فرأيتها ووجدتها تفور دما عبيطا. هذا اليوم الذي أنكر فاطمة جاءها الحسين عليه السلام يوما من الأيام قال أمه شمي فمي فشمته قال أمه ماذا تجدين هل تجدين رائحة كريهة طبعا لن نستطيع ان نعلق يا جماعه لانه ممكن نعمل مشاكل مع الناس. انما يقبلني من نحري قالت ياتي جدك رسول الله فنساله طبعا اعداد كبيره رسول الله وعلي وفاطمه والحسن والحسين فقالت فاطمه صلوات الله عليها ابا الحسين يسال ولا أملك الجواب يقول جدي يقبل أخي الحسن من فمه ويقبلني من نحره فلما قال بني أقبل كل واحد منهما من موضع قتله أما الحسن فيموت مسموم وأما الحسين فيذبح وبكى الآن. هذا اليوم الذي أبكى أمير المؤمنين لما وقع في محرابه شهيدا مضروبا على رأسه كان الحسين واقفا على رأسه مع أخيه الحسين. طبعا يتجمعوا هنا ثم ينطلقوا إلى مهرجان كبير في قلب لندن. أغلقوا لهم شوارع كاملة في وسط لندن. أنا ما أستطيع أعلق بصوت مرتفع لأنه ممكن ندخل في مشاكل معهم. هذا اليوم الذي أبكى الحسن عليه السلام الذي كان يبكي لحظة استشهاده ويقول أبا عبد الله لا يوم كيومك إنما البكاء عليك. هذا اليوم الذي قال عنه إمامنا زين العابدين الأعداد كبيرة يا حسين أما الدنيا صبعتك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد. هذا اليوم الذي قال عنه الإمام الرضا عليه السلام إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. آبائي إخواني أبناءنا جميعا نجتمع في هذه الساعة وفي هذا اليوم لقراءة نصيبة الحسين لقراءة العزاء نرفع العزاء إلى والله يا جماعة أن الواحد يحزن يحزن حقيقة أن واحد ينزل من المنبر وقبل يد السيد هذا المدرس خلوني أشوف إيش قاعدين يا شكل عندهم إمام جاي أو ما أدري منو. Can you get this way? Can you get this? Just get in there. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوع. قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده المنيعة. جنع الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا. ماذا يهيجك سيدي يا صاحب الزمان؟ ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمر من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعه ورضيعه مخضب بدم الوليد. فاطلب رضيعه أجركم الله روي عن الإمام خير العابدين عليه السلام يقول: أنا في خيمتي وأسمع أضلاع أبي الحسين تتك. بعد أن يكملوا الحفل هنا يتحركوا في هذا الشارع الرئيسي أوكسفورد ستريت، هذا وهو شارع رئيسي ومهم جدا، يعني حيوي شريان رئيسي ويقطعوه من أجلهم، يعني وكأن خلوني ابتعدت من عندهم شوية أستطيع أعلق. هذا الشارع بيغلقوه كله حتى يمر، والرياح شديدة اليوم الله يجعلها تبزهم كلهم. هذا إيران وهذا الشيعة، الغرب يدعم الشيعة أصلا، هم يفرحون بهذا النسخ المشوهة من الإسلام للأسف الشديد. وإحنا عندنا في اليمن الله يستر. يلا مشينا. يا ليلي يا ليلي، قسما بالله والله الغريبة يا اخوان الكرام انهم هم اللي قتلوا الحسين، والله انهم هم قتلوه وبيبكوا عليهم الله لا بارك لهم وخذلوه، والحسين راجعوا عبد الله بن عباس وابن الزبير، لا تروح لا تروح ودف وراح. الحين دخلنا في هذا الحنبث، لا ذا الحين رضي الله عنه وارضاه، ورضي الله عن معاوية وبني أمية، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، الله يجعل لهم هذا البكل يندقدقهم. ما شاركنا يا أخي، إحنا فقط نقلنا لكم جزء من المهزلة، هم بعدين بيجوا يمشوا في هذا الشارع وبيغلقوه، وأنا ساكن في هذا الفندق، أطلع لي ذا الحين أواقع لي قيلولة، لا ما يهدأ حقهم هذا المهرجان الأهبل ونمشي لنا. يلا استودعكم الله ونراكم في مكان آخر. أتمنى أن الأخ الأضرعي استمتع بهذه الفعاليات الجميلة،
ونراكم على خير. طبعا انا ما عاد قدرت ابقى عندهم والله ضايقوني يا اخي، شيء مقرف، خرافات وخزعبلات، ويحزن الواحد على الاسلام كيف بيشوهوه والله العظيم. لكن ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. استودعكم الله، الى اللقاء.